سنة 2017 قمنا ببحث أولي أعطيت نتائجه الأولى في خلال الندوة الوطنية التي نظمت في مارس 2018، لكن في الوقت الحالي أطلقنا دراسة واسعة مقارنة بالدراسة الأولى بمساعدة مركز بحث في الاقتصاد التطبيقي والتنمية اللي هو الكرياد، وأعطى لنا انطلاق هذه الدراسة انطلقت من عينتين، عينة تخص حوالي 29 ألف طالب تم استجوابهم من خلال استمارة، ثم كذلك 100 مؤسسة مست ثلاث أصناف الطلبة الأساتذة والإداريين. النتائج الأولى ولو تبقى نتائج أولية لأنه الدراسة الكاملة ستوفرها الكرياد ربما إن شاء الله ممكن مع مطلع الدخول الجامعي المقبل. الأخ بلال على سبيل المثال للحصر نعطيك مثلا نسبة النجاح في الطب، بلغت 89.5، الرسوب 7%، التخلي 3.4. طيب هذه في الطب. بالنسبة لطب الأسنان النجاح بلغ 71.4، الرسوب 22.6 حتى 22.6، رقم يجب أن يستوقفنا. نعم. ثم التخلي 6.1. بالنسبة للصيدلة 64.9% و 26.4 الرسوب. في مثلا أستي لعلوم وتكنولوجيا أكيد يبقى الرسوب أو نسبة الرسوب نعتقدها مرتفعة نوعا ما بحيث بلغت 29.2، هذا من حيث الرسوب والنجاح والتخلي من خلال الميادين الكبرى. نأتي إلى شعب البكالوريا، الرسوب حسب شعب البكالوريا نلاحظ أنه ما زال الرسوب في جيني سيفيل بالنسبة لتقني الرياضي، وكذلك بالنسبة لي دائما تقني الرياضي هندسة كهربائية 33.2%. هذا الرسوب في الجامعة. نعم. بينما في العلوم التجريبية نسبة النجاح 65.5، في الرياضيات 69.5، في اللغات الأجنبية 65، وبالتالي تلاحظ أنه هذا 70%. في الأدب ولا في الحقوق ولا الشرعي؟ لا في الأدب، 49.5 و31.4%، نسبة التخلي 19%، لكن تبقى نتائج أولية. نعم. بالنسبة لمتغير آخر، هذا بالنسبة لشعب الباك، بالنسبة لكذلك المتغير آخر وهو الجنس، نلاحظ دائما تغلب الإناث 70% نسبة النجاح عند الإناث و 52.8 عند الذكور، الرسوب 30% عند الذكور و 19.4 عند الإناث، التخلي عند الذكور مرتفع دائما 16.5 وعند الإناث 10. طبعا توقفوا هكذا لأنه الإناث بزاف راك عطيت لهم كاع النتائج فوق 70%. لا الإناث كما تعلم الأخ بلال أظن ظاهرة سوسيولوجية تحتاج إلى دراسة.